طيب خلينا بقى نروح للكره الاوروبيه يا كابتن. ويعني الكره الاوروبيه وامبارح كانت خساره كبيره جدا ومهينه جدا لريال مدريد من احد الفرق. شريف، ما اعرفش اسمه، انا بقول شريف ما اعرفش صح ولا غلط، لكن هو اسمه بس مش شريف عبد القادر صاحبي. لا مش شريف عبد القادر، لا طبعا الناقد الرياضي الكبير طبعا. ف امبارح 1-0 وبعدين 1-1، ده بطل مولدوفا طبعا، 1-0 1-1 وبعدين 2-1 في الدقائق الاخيره. اعتقد كانت خساره قاسيه جدا وغريبه جدا في نفس الوقت يا كابتن خالد. اكيد طبعا مباراه غريبه جدا، مباراه مثيره، مباراه كمان نسب الاستحواذ فيها كانت 73 بالنسبه 76% بالنسبه لريال مدريد. طول المرمى كتير جدا، ولكن طبعا كان في نوع من انواع الروح العاليه جدا بالنسبه لفريق شريف اللي بيلعب على قدراته وامكانياته للمدرب بروندوف. يعني مدرب اوكراني مغمور حقق نتيجه ممتازه على نادي ريال مدريد. عاوز اقول لك ان نادي شريف مواليد 1996، ده رقم 97 مظبوط. ثمن لعيبته بالظبط 12 مليون يورو، ولعيبه الريال 800 مليون. هي الكوره في العالم كله يا كابتن اسلام بتتغير. في افريقيا وفي مصر. هي الكوره ثابته عند حاجه معينه. انما للامانه طبعا الفكره ان الراجل لعب على قدر امكانياته، ولعب على مستواه، لعب على الهجمه المرتده، لعب انه يوصل لمرمى ريال مدريد. تكفي ان سيبرتان تيل لاعب الاحرز الهدف في الدقيقه 89 رايح وما عندوش اي مشكله ان يعمل تسديده على مرمى الريال ويحرز هدف في الدقيقه 89، يعمل مفاجاه كبيره جدا ويتصدر مجموعه، ومجموعه قويه جدا فيها نادي الانتر. هل تعلم ان نادي الانتر في 20 مباراه في دوري ابطال اوروبا كسب مباراتين وتعادل ثلاثه؟ يا نهار ابيض. تعلم ان نادي الانتر افضل خط هجوم 20 هدف في الدوري الايطالي لم يحرز هدف في اخر 4 مباريات في دوري ابطال اوروبا؟ يا نهار ابيض. هل تعلم ان مشاكل نادي الانتر، انا بكلمك عن المجموعه، مع لوشانو سبانليتي ومع انطونيو كونتي ومع سيموني انزاجي وعدم الفوز بالنسبه في دوري ابطال اوروبا، كل ده بيوريك مدى تغيير الكرة على مستوى العالم. الكرة ما عادتش عناصر واسماء، الكرة يعني فيها امكانيات كتيرة جدا، فيها روح زي اللي شفناها مع نادي شريف، وبالتالي فرقة تتصدر المجموعة اللي فيها ريال مدريد والانتر. لو انت سالت اي حد قبل البطولة ما تبدا يقول لك دول بره، دول بره اساسا. حصلت المجموعة صح، لكن هم فاجئونا بجمل تكتيكية في المباراة الأولى. الهدف الأولاني اللي جه في ريال مدريد جه في المباراة الأولى بنفس الشكل، بنفس الشكل الأوفر وحطه بدماغه صح. وبالتالي راجل بيشتغل على الإمكانيات اللي موجودة عنده، ده بيوريك إن الكورة في العالم فيها اجتهاد، فيها قراية الخصم، فيها كمان بعض الأمور اللي بعيدة خالص عن الشكل اللي على العناصر. أعتقد إن ده اللي عمله شريف امبارح مع ريال مدريد. في بي اس جي رجع من رجع تعادل 0-0 مع الريال، مع الفيا ريال، وكان مستواه سيء جدا في مباراه الدوري، وبالتالي في مشكله عند ريال، وخصوصا وجهه نظري لازم كارلو انشيلوتي يراجع نفسه في خط الدفاع، لان عنده مشاكل كبيره جدا في النواحي الدفاعيه. هجوميا بيعرف يجيب جول. التطوير اللي حصل مع فينيسيوس، الناس كتير بتقول لك ان فينيسيوس السنه اللي فاتت مع زين الدين زيدان ما كانش في الشغل، ما كانش بيجيب جول، لان الريال مع زين الدين زيدان كان بيشتغل على التحضير الكتير. مع كارلو انشيلوتي بيلعب على المساحات، بيلعب الكره القطريه لفوق على فينيسيوس، وبالتالي سرعه فينيسيوس بتخليه يوصل للمرمى في اسهل وقت، وده امر جيد جدا. ولكن دفاعيا الريال محتاج كتير جدا جدا، وهيقابله مشاكل في دوري ابطال اوروبا والدوري الاسباني. طيب بالنسبه للبي اس جي امبارح وفوزه على مانشستر سيتي، وشايف ثلاثيه نيمار وميسي ومبابي، واللقطة الشهيرة الحقيقة اللي كل العالم بيتكلم عنها، وجود ميسي خلف الحائط على الأرض دي، يعني برضو الناس كلها بتتكلم عن هذه اللقطة بشكل يعني ساخر شوية، لأنه أقصر لعيب فيهم. مفيش إلا فيراتي بس اللي يستاهل، وبالتالي عنده دور إن هو ممكن يكون موجود تحت، يعني على قيمة ميسي وإمكانيات ميسي واسم ميسي. ما في لعيبه بقول لك لا، انا ما ينفعش اعمل كده. رونالدو على فكره قبل كده في كاس الامم الاوروبيه عملها في احد الفاولات على المنتخب البرتغالي، عملها كريستيانو رونالدو. أيوه. وناس كتير ما خدتش بالها. انما طبعا الفكره بتتكلم على مباراه كبيره، مباراه نهائي من البدايه ما بين باريس سان جيرمان وبين مانشستر سيتي. تستمر فلسفه جوارديولا في بعض المباريات بالزج باسماء لعيبه، زي مباراه الفاينل مع تشيلسي الموسم الماضي لما لعب ستيرلينج، وكان بقاله اكتر من شهرين ما بيلعبش، ومره واحده لقيناه في التشكيله، واثر كتير جدا على مستوى مانشستر سيتي. امس
جابرييل جيسوس من اللاعبين اللي بيلعبوا بشكل مستمر وثابت، بيلعب على الطرف اليمين وبيلعب راس حربه، يعني عندك عمق تلعب بيه، وده ريح كتير جدا باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان عنده وسط ملعب من افضل ما يمكن. مظبوط. خصوصا ادريسا جانا جاي واحد من اللاعبين الكبار جدا، عنده ثلاثه طبعا يقدروا يتحركوا، لكن بوتشيتينو عجبني لانه لعب على حاجات معينه. فرقه السيتي معروفه في اوروبا ان الكره دايما في رجليها، ما بتخسرهاش خالص. عمليه الضغط للسهاج لعب على الهجمات المرتده ونجح نجاح كبير جدا في الهجمات المرتده، وده بيوريك ان المدرب يعني الى حد ما ارى الجيم كويس، اشتغل عليها كويس جدا، ولكن العناصر اللي عندي ناس بتختلف تقول لك العناصر اللي موجوده عند بوتشيتينو المفروض يشتغل يكون عنده حريه اكتر من كده. طبعا السيتي فرقه من الفرق الكبيره اللي عندها نوع من انواع الاستحواذ الصعب، ولو تتخيل ان هم عاملين زي كره اليد، يعني زي سلسله عارف كره اليد من اليمين لشمال شمال لليمين، ومرهقين ذهنيا. ده اللي اتعمل عليه بوتشيتينو ونجح نجاح كبير جدا بالهدف اللي جابه ادريس اجايه. وعاوز اشيد هنا ب دوناروما. دوناروما اول مباراه وعنده مشاكل كبيره جدا جدا في مع بوتشيتينو، وكان الكلام في الصحف الايطاليه في التلفزيون الايطالي ان دوناروما بيفكر ينتقل لنادي اليوفنتوس. لان طبعا وجوده بعد انتقاله من نادي ميلان وهو بطل اوروبا، هو احسن حارس مرمى في اوروبا في كاس اوروبيه، فكانت عامله له حاله نفسيه. انا عجبني تصريح، انا اسف يعني، عجبني تصريح من جان لويجي بوكون من حوالي اسبوع، كان في سكاي الايطاليه بيسالوه بيقولوا له دوناروما افضل حارس مرمى في اوروبا قاعد احتياطي لكيرول نافاز. قال لهم رايح على حارس كبير. دوناروما لسه صغير، يعني حارس كبير في ايطاليا، بيتكلم على حارس كبير في ايطاليا وهو محترف، بيقول لهم طب ما رايح على حارس كبير. دوناروما لازم يعي ان هو رايح لحارس من افضل حراس اللي موجودين مع باريس سان جيرمان، وبالتالي لما يقعد احتياطي ايه المشكله؟ يعني التصريح ده تفكر فيها كابتن اسلام، احنا ما بنتعملش كده. احنا لو لعيب قعد احتياطي بنقعد نقول لا المدرب ضده المدرب عكسه مش عارف ايه ده عنصريه، انما انا بكلمك على حارس عظيم اسمه جان لويجي بوفون بيتكلم على دوناروما. وامبارح عمل مباراه عمره رائعه يمكن دوناروما، وكان ممتاز جدا، وكان له دور كبير في فوز باريس سان جيرمان بالامس مع بوتشيتينو. اخيرا يا كابتن خالد، عشان اخذتك في حتت كتيره جدا، لكن اخيرا رونالدو، هل عوده رونالدو لمانشستر يونايتد محل تنقذه محليا واوروبيا؟ هما لسه دلوقتي بيلعبوا، اعتقد النتيجه انا كنت سايبها 0-0، ما اعرفش وصلت لكام. لسه 0-0، واعتقد ان رونالدو اختار المكان الصح بالمانشستر يونايتد. اعتقد ان رونالدو خسر 3 سنين من عمره مع باريس سان جيرمان، مع اليوفنتوس، مع اليوفي، لان الكره الايطاليه الكره الايطاليه طبعا كملاعب وكمستوى وكاداء وكطبيعه وكشكل بعيده خالص عن مراحل الكره الانجليزيه بالامكانيات اللي فيها. العوده ثاني مره ثانيه لمانشستر يونايتد خلت الفاليو عالي بتاع المهاجمين لوكاكو ومحمد صلاح لفيرمينيو لهاري كين، كل دول بدا في الوقت الحالي يفكروا في عمليه الهداف، ودي هتخلي اللعيبه تشتغل. مين الاقرب يا كابتن؟ مين الاقرب من وجهه نظرك؟ يعني محمد صلاح بيواجه منافسه كبيره جدا سواء من رونالدو او من لوكاكو او من هاري كين حتى. هو طبعا الضغوط الاكثر على رونالدو، لان رونالدو جايب هاله كبيره جدا كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، وهي لازم يعمل عمليه الهداف او يفوز او يعمل حاجه مع فريق مع مانشستر يونايتد. انما صلاح المرحله الاخيره في عمليه احراز الاهداف على دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي، اعتقد ان صلاح 60% من قوه ليفربول. اذا غاب صلاح عن ليفربول دي مش تحيز لصلاح، اذا غاب صلاح عن ليفربول يتاثر الشكل الهجومي كله بالنسبه لفريق ليفربول، وبالتالي رونالدو حاطط في دماغه محمد صلاح. نفس الموضوع هاري كين اللي بيمر بمرحله صعبه جدا، صعبه بعدم الانتقال لباريس سان جيرمان لمانشستر سيتي. لوكاكو بيقدم مستوى ممتاز جدا حتى لو كان خسران في الوقت الحالي مع اليوفنتوس. طبعا اعتقد ان الامر هيكون صعب جدا بالنسبه للمهاجمين الاربعه والخمسه اللي موجودين في الكره الانجليزيه. ما ينقص كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد هو مدير فني. ايوه صح، اقل بكثير جدا من مانشستر يونايتد، عنده عناصر كثيره لكن حتى الان لم يجد توليفه المانشستر ان ترجع تاني المنافسه على بطوله الدوري ودوري ابطال اوروبا. كابتن خالد انا بشكرك جدا 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 على هذه المداخله، انا عارف ان حضرتك مداخلتك قليله جدا، ولكن انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا